تحية جواد. شكرا اخ يوسف. انا ما نخش على سياق الكلمه ديال بسان اوريد وغنمشي في المؤانسه والامتاع. هذا الرجل له فضل كبير وسع عليه ولكن على مجموعه من الناس احبه كثيرا. وهذه التحيه اللي غنوجهها ليه وصولا لكم كذلك لان بن حسن اوريد احببناه. خرجوا من قلوبكم ودخلوا في قلبنا، خرجوا من جوعكم ودخلوا في جوع الكتابة. الكتابة حق عليكم والحق ما يتسلف من غير لسان. لسانه غمزة الحر والحر هو الإنسان والإنسان هو الكتابة. اكتب بيديك لسانك بعينيك أو غير في قلبك وذلك أضعف الكتابة. الرقم دادك الطين كن ناشك حتى كتابة ما هي سهلة وحتى كتابة ما هي صعبة. كل شيء يقدر على كل شيء. الكتابة كتخلق من الشبه 40. الكتابة سحر وسحور. الكتابة جنة والقراية نزاهة في النور. الكتابة حبس والقراية صور. وسع دماغك خاطرك بدل كتابة أخرى. الكتابة توسع عليك ضيقة الحياة. تعلى وطلق الذات على أرض اللغة وسيح. كل ما توسع الرؤية تضيق المعنى. اللي في الأرض للأرض واللي في السماء للسماء واللي في الأرض والسماء بكسي حسان طول وعرض. شو بعين عقلك لعقلك شو بيدورك في ظلامك. حل الدراع عنك خده وبعده. الكتابة من غاز الكتابة عكاز تغريسة جديرة توليدة. الكتابة متحول من هنا كان الحرف تقتل خاب تابعين كلمة. نصر حرف قدار ما هو مطلوب وكتب ياك موت وحده كينا. اللغة اتجاه ماشي مكان. كتب وخلي لغتك تتعلى تنقز الواقع الحاضر وتجي قدامه بوجه أحمر. الكتابة محرة زمان الكتابة دين ودنيا. الكتابة عشق من دوبني فيه. الكتابة صراع من حناني فيه حتى نقول عشت وكتبت. كان هرموني سكات وسكات الليل. بغيت نكون كلام في الكتابة في الوشم في الرسم. السما سرقت خيوطها حر شرب لونه. الغابة كلات راسها. شوف لما تعطي كتابتك في قلوبك حاد وخاخ خصم فراكات افكار فطيرة. وشوف تراسيرة. شوف لما تعطي كتابتك السما تسقي في التراب. الشمس عياط ما تطيب في العشاب. لحدش بقى حدش الرهج بقى رهج. العقول باقي خصم طياب. وانتوما شوفوا لما تعطيكم. شكرا استاذ مبدع احمد جواد.